بأن هذه التصريحات التي صدرت من مديرة المخابرات المركزية الأمريكية فيها أيضا رسالة لهذه الفصائل بأننا لن نخرج من العراق وهدفنا الأساسي هو داعش، يعني ألا تعتقد أن فيها رسالة مباشرة لهم أيضا هنا؟ بالضبط اللي حصل. انا طبعا تحدثت عنه قبل كم شهر في لقاء اخر اعتقد مع الدكتور علي الدبحاوي في بغداديه او استاذ مهدي جاسم، ما اتذكر، قبل كم شهر. انا قلت هناك راح يصير، يعني بالمشهد التصعيدي هذا راح يصير هناك تفكيك لبعض الفصائل التابعه لايران في داخل العراق وضمها الى العمليه السياسيه، واحنا قاعدين نشوف اللي قاعد يصير الان بالانتخابات، وفصائل اخرى راح يصير هناك يعني التفاف عليها من قبل خلينا نسميه تضارب مع التيار الصدري، والاقليه من هذه الفصائل المتطرفه يعني اللي تاخذ معلوماتها وارشاداتها من ايران بشكل مباشر وتهدد مصالح امريكيه، هذه سيتم ضربها. وهذه رساله مبطنه بالذات لهذه الفصائل اللي ترفض القبول بالعمليه السياسيه في العراق، واللي ترفض ان تنضم الى الاجهزه الامنيه في العراق، واللي ما زالت يعني مستمره باخذ ارشاداتها وتعليماتها من ايران وتهدد مصالح امريكيه. هذه رساله مبطنه طبعا الى هذه الفصائل وسيتم استهدافها. واذا لاحظنا احنا اليوم او البارحه الحقيقه الامريكان بداوا يعني يمنعون تحرك الطائرات المسيره في الفضاء الجوي العراقي، وهذا طبعا نقدر نسميه خطوه اولى في احتواء مثل هكذا فصائل. والخطوات القادمه راح تصعيد اذا صار هنالك ضرب للمصالح الامريكيه بضربها.